السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم ميس امورد. مرحبا متتبعي ديال القناة، مرحبا بكم في فيديو جديد كالعادة مع ميس امورد، دايما جديد في جديد. اليوم 4 جويلية 2020، اليوم عودة عامة لكل المرافق هنايا في لندن بصفة خاصة وفي انجلترا بصفة عامة، سواء لي ريستورون لي كافي لي ماغازا. غادي نمشي مع بعضيتنا، غادي نعملو واحد لامارش شويه طويله في شوبر سنتر ديال ويستفيلد ستراتفورد. لكن قبل انا عندي مده ما خرجت انا وبناتي كلينا على برا، اذا غادي نمشي وغادي ناكلو حاجه خفيفه في كي اف سي. انا ما ناكلش مع بناتي حيتاش انا ضد هاد لي ريستورون هادو، كي اف سي ماكدونالد ما كناكلش فيهم، ما كتعجبنيش الماكله ديالهم. لكن باش ما نكونش انا نفرض الراي ديالي عليهم، غادي نعملهم خاطرهم، غادي نمشي معاهم ومن بعد غادي نبداو الجوله ديالنا. غادي تقولوا علاش يعني ما تعجبنيش انا هاد الماكله هادي، ما كرتاحلاش يعني، وكنعرف بان فيها اضرار. لكن حتى بالنسبه للبنات انا عندي يعني ماشي كنخرجوا دائما ناكلوا في هاد الاماكن كما هكا يعني مره حيتاش ما يمكنش غادي تحرمهم واحد الحاجه، هما اصحاباتهم ويعني ولونطوراج ديالهم كلهم كيمشيو، كاين اليوميه كيمشيو ياكلوا تما. اذا غادي نمشيو كي اف سي، غادي نشوفوا الاجواء كيفاش، ياكلوا حاجه خفيفه. انا يمكن غادي ناخذ معاهم نشرب معاهم شويه ديال الليموناد فقط، اما من غير داكشي هذاك ما غاديش ناكل حتى شي حاجه تما. ومن بعد نبداو الجوله ديالنا في ويسفورد. بقاو معنا، ما تمشيش ما تراتيوش، تبعوا الفيديو من البدايه حتى النهايه، نشوفوا الاجواء كي عامله في ويسفورد.